نتنياهو هو الذي تحدث أن العراق من ضمن البلدان التي لدينا معها مشكلة، من ضمن البلدان محور الشر إلى آخره، لكن بالنهاية ما صار ذاك الشيء الكبير اللي إحنا نعتقد أنه يخوف. بالعراق بالعكس، السيد السوداني أدار الأزمة بكل حكمة، بعيدا عن التصعيد وبعيدا عن المشاكل، وذلك نجد أن الكثير من هذه الفصائل أو القوى إلى حد ما التزمت بهذه الجزئية وهي لا تريد أن تحرج الحكومة بالمناسبة، لكن لا بأس بالتصريحات الإعلامية بالتغريدات بالمواقف المعينة. يعني هذا موضوع طبيعي جدا نشوفه، يعني مو فقط على مستوى العراق، على مستوى حتى خارج العراق. هاي وحدة. ما تفضل به أستاذ أياد بقضية اللي يقول راح للمستشفى الكاظمية، شنو اللي صار وراها؟ المستشفى الكاظمية تم تأهيلها وتم إعادة تأهيلها وصارت مستشفى مرتبة ونظيفة وحلوة وأسرة جديدة وأجهزة حديثة. روح شوف مستشفى اليرموك. هسه أنا ما أريد أدافع عن قضية مستشفيات وما مستشفيات، وتقول لي جد إنه هاي المستشفيات كافية. ما يخالف، شو انت افترضت بالمستشفيات؟ انت افترضت المستشفى اليرموك شفتها مؤخرا يوميا واحد مريض عندي ما كانت منتهية. ما يخالف، احنا مرضى. شفت مستشفى اليرموك مؤخرا؟ انت صحيح بيها قضايا، بيها شغلات لا شنو شبيه؟ عفوا المستشفى، بعض المستشفيات اللي تأهلت. لا بس اسمح لي، انا هم مريض ما اقدر احكي. خلنا خدمك، انا ما اتحدث بس خلنا خدمك. اكو بعض المستشفيات تم تأهيله، مركز الدم ونخاع وزراعه نخاع العظم في مدينه الطب. انت شفته، باوعت له زين، انت تعرف انت شقد احنا نصرف تريليونات في هذا العمي. هذا بزمن السوداني، انت صحيح تحكي استاذ، ارجوك لا تستغفل الناس. هذا بزمن السيد السوداني، هذا بزمن سيد القطعه موجوده. لا انت شفته، كل الحكومه شايفه، شلون ما شايفه؟ شنو الموجوده؟ شنو هذه موجوده قبل شهر؟ هذه القطعه موجوده والبنايه موجوده، مع المستشفى الدم، مع الجهاز الهضمي، كل موجوده. يعني السوداني انشاهين بالسنتين ذني سواهن؟ لا انا لا بس اسمح لي، اكو كان بيها نقص، بيها مشاكل. هذا مركز، انا اقول لك اسال يا اخي، اسال وزير الصحه، لا تسالني اني. اكو اجهزه كوم كانت مو موجوده، هاي غاليه كل شيء. انت تتحدث هسه بهذا الموضوع، انت تتخيل اجهزه، يقصد اجهزه موجوده ولا ما موجوده؟ يقصد اجهزه اجت. حبيبي هاي المستشفيات اللي فتحت، قال استاذ عدنان وين المستشفيات؟ مستشفى حديثه، مستشفى جديده، مستشفى الاخرى بالموصل، هاي مستشفى جديده، مو مستشفيات. ترى احنا دا نتحدث مدينه الطب مثلا، هي اصلا مستشفى قديمه. يا سيدي مع ذلك يا استاذ حيدر، حتى لو تفتح مستشفيات جاي تنفتح فصائل جديده، احنا كل يوم نازلنا فصيل جديد. يعني هاي المعادله لازم تنفهم، كل يوم نازلنا فصيل جديد وكل يوم ضاربنا فصيل جديد. النوم اذا رجعت لنا اسرائيل وامريكا، كل هاي المستشفيات ما تكفينا يا اخوي. انت بني احكي لي على هاي قصه مهمه خارج العراق، مو السالفه. لا هاي لا يعني انا اقول انه اكو صوره مال الفصائل ما موجوده عندكم؟ هاي ال 41 فصيل ما موجوده عندكم شباب؟ بس اسمح لي استاذ اياد طرح لا اتركنا من هاي القصه، ومو كل شيء بالاعلام. استاذ اياد طرح مجموعه معينه، انا اتفق مع بعض الاراء والافكار اللي طرحها. أنا أقول لك عندنا أزمات لحد الآن ما ظلت. أنا أقول لك أزمة السكن لليوم 3.5 مليون وحدة سكنية العراق محتاجة، وأقول لك بنفس الوقت إن إحنا صرنا ترى 43 مليون.